يعني وفود وفود مشايخ وعقال وقبلاء ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. مستوصفات مدارس إلى الأمام، ارفع رأسك يا وصابي. اليوم ارفع رأسك يا وصابي. اليوم السلام عليكم، ما اسمك الكريم؟ اسمي الاستاذ عبد الله المحيدر. ما رايك في المشاريع الجديده والعملاقه والله راينا راي يعني راي لا يوصف ولا نقدر نعبر عنه. ايوه يعني تفيد الانسان. نعم تفضل تقول. قلنا نحن مرتاحين ارتياح شديد من هذه المشاريع، وهي فرصه لابناء وصاب وخصوصا صاحب جبل مطهر، عامه الناس ان شاء الله، عامه وصاب العلي، يعني عامه وصاب العلي مستفيدين من هذا المشروع، وهي شيء يعني شعور لا يقدر ان اصفه. اليوم معنا ضيوف في الصاله بالطريق، مشايخ وكبارات وكله يعني ان شاء الله ان شاء الله يعودوا الينا ويستفيدوا المنطقه ويستفيدوا ويتعرفوا على هذه المنطقه. أيوة. بشكل جيد. هذه من احد مسؤولين سابقين ولا اله ابدا لا شيخ ولا مسؤول. شكرا جزاكم الله خير. حياكم الله.